حلمكن هو إلكن مش لحدا. ما بحياتكن تكونوا عم تشتغلوا لحلمكن كرمال حدا، اشتغلوا كرمالكن لأنه بيبقى إلكن بس يتحقق ملككن، ما حدا بياخده منكن. الصعوبات كتيرة رح تكون، ما بحياتها الصعوبات رح تيجي هيك خفيفة ورح تجربكن، بس ما فيكن توقفوا. المجتمع رح يرفض بس انتو بقوتكن وبالواحد يتحمل مسؤولية هالحلم. كملوا لتحققوا حلمكم.